الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. والله يبوكم يا البيت ما يسوى كف طعام يوم راعية البيت محد. يوم راعية البيت محد البيت ما في روح ولا في حياة. يوم راعية البيت من في البيت والله يا البيت ما يسوى بيت وهله ما يسوون أردي. يوم راعية البيت محد. من انتي راعية البيت تجل بالبيت فوق تحت. ها البح ما كان هالنمونة، ها التلزوم كان هذا في الطرف هذا، ها والكراسي ما ادري كيف هي تحيست الكراسي هي واللي عندها واشتغلوا وعدلوا وزينوا وعلى تشلاينا لو على تشلاينا ابويه بيظهر الدود من البيبان لو على تشلاي. والله لو ما راعية البيت ما حد يسوى قيد يحش. الله العظيم. ها شوف الله الخنفروش انا حاطن في قنشه كم اكبرها. جت ابوي قالت لا لازم في طاسه وهو صدقها عسب ما يحف ولا يختلف. حطته في طاسه وعدلته وزينته. اي والله اقولكم يعني رمستي صدق. والله يا البيت يوم ما في حرمه يعني ما يسوى ادنات الدون يعني ما يسوى شيء غير الحرمه اللي تعدل البيت واللي تصينه واللي تحافظ عليه وتحافظ على العيال وعلى على مكونات البيت. هي رب الأسرة حين الزمان هذا عبارة هي الكل في الكل. نحن نصبح لنا نمسي في مكدة وفي شغل وشرق وغرب والحمد لله رب العالمين. الله مسخر هالحريم لنا هي ضافاتنا وضافات بيوتنا وعيالنا ومربيات العيال ومربيات وقايمات بأمور البيت ككل. والله لك الحمد الله رزقني بنت عم. أول شيء قبل ما تقوم بي أنا وتحوف بني أنا حوف أول ما حافت بحياة أبوي وأمي تزاحيبهم يدهين لا تنشبين من أول ما أخذتها. سبحانك يا رب من أول ما أخذتها وأنا رغدة شرق وغرب ما أخلي بقعة وهي جالسة عند اللم والأبو تحاضيهم ومحاضاة شيء عمالة مساعدة في البيت من استوت الدنيا. لكن لا بد ولا عذر منها هي نفسها ما تضيع. باردت من باراه لين توفوا كلهم ويا سحي تباريني أنا وتباري كل اللي يخصوني أنا عن طرفي أنا. سبحانك يا رب الحمد لله رب العالمين. شيء من الحريم نعمة وشيء من الحريم نقمة. شيء من الحريم نعمة وشيء من الحريم نقمة. هذه كلها توافيج من الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا هو المل على 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 التربية وعلى النشأة وعلى المعاملة وعلى الطيب وعلى الإحسان وعلى اليود وعلى المنبع وعلى الأصل. فلذلك رب العالمين يرزق الإنسان على حسب النية. وأنا نيتي صافية صبرت علي في سياراتي وياياتي والرغدة والصبر. الصبر الصبر مفتاح الفرج. ولا شيء غير الصبر ولا شيء غير الصبر في الدنيا العودة. غير الصبر ما شيء. لا حد يدور علاج غير الصبر. أول بعد الصبر والتوكل على الله رب العالمين ييسر الأمور. أمور استوت في الحياة شيء ينذكر شيء ما ينذكر وشيء يعني هم الأسرار اللي واحد ما يطريها. لكن الحمد لله غير الصبر ما شيء. والأمثال عندي كثيرة الأمثال. أمثال الحريم اللي صبرن عشرات بالمئات بالآلاف اللي شفت بحياتي. يا ورنا وعشنا وسمعنا وسرنا ويينا وكل هني أبوك صبرن. واللي صبرن عشان عيشت الهنية عشان عيش رب العالمين ما يضيع أجر الصابر. إن الله مع الصابرين. الصبر ما شيء شراته لي يصبر. شو يبكم أجر عند الله سبحانه وتعالى. يحتسب الأجر عند الله إن كان صبر على ولد ولا على بنت ولا على أم ولا على أخو ولا على ريل ولا على عيال ولا على درية ولا على حال تنضنك ولا على قل حال وقل هست وقل مصروف وقل خير وقل. هذا كله بوي صبر. والصبر هذا رب العالمين يعوضك إياه يعوضك دبلات الدبلات. مني اللي تنجح مني عاد الصبور اللي تنجح اللي ما تفضي بأسرار بيته. ما تقول
والله هذا ما استوى بيني وبين ريلي، ولا هذا استوى بيني وبين خوات ريلي، ولا هذا اللي استوى بيني وبين عمي ولا خالي ولا عمتي ولا أم ريلي ولا جنتي ولا يدت، ما شيء. هذا الخبر الحرمة من تبتدي تظهر أسرار البيت وعلوم البيت وأخبار البيت واللي بينها وبين ريلها، هذا أغسليك منها بحر. هذا خلاص، هذا من أول امتحان سقطت، ما شيء دور ثاني. دور ثاني ماشي، اللي تفرط من هالمرحلة خلاص دور ثاني ماشي، لا تدور لها دور ثاني يا عزيز حالها، خلاص عادة ما تعيش عند حد، بشيلكم هاللي تظهر أسرار البيت ما تعيش عند حد، بتازم بتمين معلايش أرواس سفينة نوح. بديتك أنا وايدات حري من أعرف إن المكان في المجتمع وصيت وسمعة وهيب ورزة، هايل صبرن ما وصلن إلى هالمواصيل إلا وهن جد صبرن صبرن وحصلن أول شيء الرحمة من الله، يوم استرن على بيتهن وعيالهن وريالهن وهالبيتهن، رب العالمين عوضهن في عيالهن، عوضهن في صحتهن، عوضهن في الخير والرزق والنصيب اللي ياهم من عقب. هي صبر، ما شيء شرات الصبر وما شيء شرات الستر، فلذا قالوا الستر يشرى ولا يباع، الستر يشرى ولا يباع، ما شيء شرات الستر وما شيء شرات الصبر، ما شيء شرات الحرمة اللي الحرمة اللي هي عن ألف ريال لتدبر أمور بيته، ما تتشكى يا أبولي ولا أعطوني ولا ما أعطوني ولا فعلة فلان ولا فعلة ألان، خراب البيوت كله كله خراب البيوت من القال والقيل. نعم إني أعرف حريم صبرن على ريالهم، صبرن على ريالهم من عقب شد لعبوه هاللعبة الحبوه بالبهدلة والقرقعة وقل الاحترام وقل ورب العالمين عوضهن من بعد هاك الصبر كل خير، من عقب هاك الصبر كل والحين يسوانهن لك واستميت حساب شو السبة، رب العالمين بدلهن بصبرهن بعيال وأحفاد، خلوا أساميهن في جبد السماء. الوحدة حين من تشوفها تحرها سيف المصقول، تحرها سيف مصقول من العز والجاه والصيت والسمع. صبرن صبرن وشي بعد رجال صبروا على حريمهم واستروا، رب العالمين غفور رحيم. شروط الاستمرارية الحفاظ على أسرار البيت، شروط الاستمرارية الصبر، صبري على نفسي ولا صبر الناس علي، صبري على نفسي ولا صبر الناس علي، يوم بصبر أنا اللي بصبر، ما بتعي الصبر يجيني من خاري ولا حد بينعتني على الصبر، لا أصبر وأشوف اللي قبلي واللي عقبي واللي والناس شو كانوا وشو أصبحوا وشو وضعهم الحالي، بغدي بخير وسهالة ولا يخصني لا فلان ولا علان ولا زين ولا عبيد، شو استوى في وضع شي يخصني فيهم، شي يخصني في الواحد يتعبل من عمره ومن أهل بيت، ورب العالمين يعوض أبوي من بعد ما بعد الضيج إلا الفرج، ما بعد الضيج إلا الفرج، ورب العالمين بشيركم يا صلاح حكوها. أبشروبه يلا بنعرف بعد شوية ولا أسير لهناك. بسم الله الرحمن الرحيم، وزادهم ما يرومون يشتغلون فقارة، يشتغلون أبوي للساعة 9:30، قال أبوي ما نروم، وهي والله يا أبوكني الدنيا كلها تتوهي، وهي تنوحده وهي برطوبة، وهي برطوبة كلهم متيام على الضربة، وايد حر بعد حر حر يا أبوكم، حر ينزخ باليدين. أنا باري أمشي العصر عقب العشاء على الكرنيش وأتمشى شرق وغرب، ما رمت من كم من يوم، والله أني ما رمت من لو هي ها إيه ها How are you؟ شو أخبارك؟ حرة؟ يقولون الحين توي البراد شوي يونا توي ثم هيبو، لما الصبح رطوبة وايد رطوبة يا أبوك، رطوبة والغطة ما شاء الله تبارك الله دراني سهيل يا أبوك ظاهر من زمان نزين، الحين شفتوا هذا سهيل شرات اللي عاطنك حد شيء وما عند بالعطية، عاطنك شيء وما بالعطية، شو خلها عطيك مكانها عشان ما ظهرت عيال
يوم اللي بعكبوي اللي يوم براد وعشرة حر، يوم الجو زين وعشرة شيل. أنا أبوي أبوك انتبه يا تبرد الدنيا، عيزنا ونحن تريا جيج، قلنا جيج شن حد قال جيج؟ والله إن قلنا جيج يا أبوكم، الحر حر يا أبوكم، حر زيادة على اللزوم، ما بطايع يتنسخ الوقت. لا إله إلا الله، ولا اليوم تحرى ساقط بانيان، هي والله ساقط بانيان، الزراعة عيزت، أوادم عيزوا، الناس كلها عيزت وهي تتري. الكنديشنات قالت جيج، الكنديشنات فغارة قال نجيج، بيتناقع عن الكنديشنات. الكنديشن الأول يشتغل شهرين ثلاثة أربعة، الحين هذا ثامن شهر والكنديشن يشرخ. أغفر الله العظيم اللي وادم عيزت أبوي من الفواتير هالكهرباء، لو الكنديشن يتبند الحين ما تروم تبند، لا في الليل ولا في النهار، لا قيض ولا شتاء، ما شاء الله تبارك الرحمن. عيزنا والله يا أبوكم ينا، قلنا جيج، قلنا جيج من الحروق. السنة عاد رباض ربضة، رباض ربضة، الحين شهر تسعة خطف تسعة وهذا عشرة، وحين بي 11، الحين بيسوي شهر 12 بيطلع النخل، وين البراد عين؟ الحين 12 شهر واحد بيطلع النخل، يابا والنبات يا عثرتنا. السنة مرة نسانا سهيل، احنا بويا سهيل بيلس شوي بقر، جيت يومين وطرقت، هاي يوم قلت عطيتن نفس راعيها فيها، عطيتن وراها منه. لا حول لا قوة الا بالاسميك يا سهيل، ما سويت فينا خير والله يا سهيل. يا ابوك تعال تعال ايلس، امس قر ليج ليج، فرض الله يا سهيل قر، الناس متولهة عليك، متولهة عليك بحنايا. سهيل ياكم، سهيل ياكم، ما يا سهيل، سهيل يجي ولا ما يجي؟ سلام سهيل. شو سهيل؟ سهيل ما تعرفين سهيل انت؟ لا العرب كلها تعرف سهيل. والله العظيم ظل ابوي ظل الدرب سهيل. سهيل ابوي ودرنا ما قر، ترى طاعي قر ابوي اللي يترياحنا من متى حينه، من متى وايد ضبطوا علي، وايد ضبطوا علي. هذا انا ما طعت اعلن حق اي سح قبل ما يسح اللي ضاري، كل سنه اسوي له الاعلان. عندهم بومعان، عندهم اللولو، عندهم الاخلاص، عندهم الاخلاص وبومعان ويبري، وخلاص ويبري وبومعان ولولو وفرض، اربع لو خمس نمونات عندهم كل سنه يندبون لي منه. هذا هو، ها تعال شلي هذا بلادي، شو اسمه تمور بلادي، بعدين احب بعد شوي بصوركم اياه، شيء عجب 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 العجاب. ثانك يو الحنايا. شوف الساعة كم؟ الساعة 10، وايد غياب اليوم، غياب الغياب. ها وين صرتوا؟ مال بي سي ار. السلام عليكم، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. تعال ياي، حبني حبني يا لدوي، حبني. صباح الخير عين ابوه. اي شو بتلاحظ؟ قهوة هذا كله صوع موجودة، أنت آخر واحد يجي. وايد تأخرت وايد. صلاح شوف ها جايت لنا يميع السحوح، أنت رياه من متى من العام تو هذا. ها علومك شو أخبارك؟ صبر حط صورك مال بي سي آر، خشمك أي خشم هذا ولا هذا؟ ما أدري وين هذا، مش هذا بس. اثنين ولا واحد؟ واحد. أي واحد منهم؟ هذا 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 ولا هذا؟ هذا وين سووا له؟ انت مو عارف انا هذا وين؟ هذا ولا هذا؟ هذا وين سووا له؟ هذا. ها شوف 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 هذا قلت من قلت هذا بابا اخواني حبيبي هذا انا ما كنت موجود. انت وين سووا له؟ هذا انت شو تقول؟ ما اعرف. شوف 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 ها وين؟ انا قلت من قلت هذا خلي ولي خلي ولي خلي ولي خلي ولي خلي ولي ما يعرف الكلام. خذي اخذه ويتعب على يدك دي. شو شو انشاف مكين ماشين؟ ايه ودي خذيه زين خذوه مكينه ان شاء الله وخذها معاه. شو ما غيره خليها متى؟ اليوم العصر 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 صالح داخل دبي من هذا بهذا خلاص هذا لا بنيب مكينه بخلي اسوي لك اياه باكر، بكلم انا خديجه اليوم بنصير دبي عندنا شغل حبيبي
عازمينك تدري كوفي في ايش تدعون كوفي قال لي لازم يجي صلاح بلقى صلاح لحد يجينا نعم هي والله ان شاء الله جبت لبس وكل شيء تعال شو بسوي انت تبسير بن ياس الفلاح بتتغدى بتتلبس بتعمل الله خير بيك انا بشلك وانت وكل على الله ونسير دبي بنجلس عند العزيمه هذه على الافتتاح الكافي وبرد شو قلت لي هي لا برد بردك على هواك ما نتمشى في دبي اليوم وين بتصير انت ما عليه بفكر عاد نحن ورا الطبيله مال السيايير والقراجات شيء قطوه والد وصار والصغاريه ما شاء الله يصيرون يزعدون عيالهم بيموت حمودي صغيروني هذا حفيدي ولد احمد محمد بيموت على القطار يزقدهن ويا ويق ويق علمت الضارب والعيال يضاربون دقيقتين شيء بيراوين حد مطلع له مسج ولا شيء لا ما عاجل ذي شيء تبينون لا عاجل انا المينون وين اه شو هذا مرسيدس ايه ان شاء الله لا بسم الله هذا هذا منو هذا 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 بلك لا هذا وين من هذا تبه هذا حبه حصه هذا سيارة حياة حصة ان شاء الله حبيبي ان شاء الله يوم بيخلص حينه باجي سنة على سيارك من تخلص بناخذ لك هذه شو رايك انت منو طلعت لك هاي الصورة هذا نحن لو الله يفكر وهذه عاد ما زانت لي بد سوقها انت كره الله تهلع عفه بعدين نشوف هذا السيارة ما اقصد في موجود ممكن هذا السيارة ايه بقول لك هذا سمسم انا تقول لك هذا سمسم ايه كل من يشوف سيارة مرسيدس بيضة قال بشراتها هاي لو حصة سيارة اختي حصة الله يرحمها صلاح انت ما يصلح لك غير هذا النوع من السيايير سياره العوده تصلح لك العوده وين شرات هذه لكن موديل جديد لا بناخذ موديل جديد طايح موديل جديد بالاول بتصير انت وام محمد الوكاله بتطالعونها ونعيبك تبى لون احمر انت ايه خبرهم يسوي لك ديسكاونت رقم زين هذا الجوال ميت يعني ايه ايه تبى بلي ينزل انت تحت ان شاء الله حبيبي حاضري ها ايش عندك؟ ها شو بلاك؟ شو فيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. بابا اريد 600 خيب 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 600؟ ايوه ليش؟ انا ودي خدمها بالميديكال يا اخ 600؟ 600 لا حول قوة الا بالله، يا الله بصباح خير. يا الله بصباح خير اصبحنا واصبح الملك لله 600 من الصبح. ايوه هاي ابوك وين اروم اسوي سنابات؟ وين تبون يا روما اسوي سنابات؟ وين روما اسوي سنابات؟ هم صباح الله خير اول طلبه 600 هذا تونا نقول يا هادي يا الله بصباح خير 600 ايوه 600 وما يريد كاش يريد كاش بعد حق القصه كاش ما يريد كاش انزين اصبر علينا بنسوي اعلانين وعقب تعال الحين ما سوينا اعلان اليوم اصبر ها صلاح بتسلفنا؟ وين 600 شر ها شر شر كذا كذا ازراجيم 600 تبع وين وين انا زي ميديكال بعدين شو بدك مني عطى 600 صلاح عطى 600 سلف سلف وين من داخل البوك بوك وين بس سر 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 بين بين ابوي شاهين نحن سونامي بينا من حشرات صلاح كل من حد يطلع البيزات ينينونه شو تريد الحين سر سر ابوي سر سر لا حول ولا قوه وقت بوسه صلاح قل قل السلام عليكم يا عمي بسم الله عليك الرحمن كتر كتر آه بطه بطه وين بتصيرون؟ شو بطه؟ الحين وين رايحين؟ نعم وير ار يو جوينغ ناو؟ وير صلاح اعطيت صغيروني شيء؟ لا ما خلص
خلصان لي فلوس؟ إيه؟ لا إله إلا الله. تعال تعال تعال. هالشيء صلاح. تعال حيوي. صلاح هذا طفل عشرة. تعال وين؟ ماشي. زي خمس ربيات. لا ماشي. أبوي ماشي. بطل. اقترح يا حين لصلاح المقترح اللي وجهه حق اخي العزيز صلاح اوجه لك مقترح انت بتتغدى عندنا وبنصير دبي ولا بتصير تتغدى في الفلاح وبخطف عليك لو بنصير دبي بتتغدى في الفلاح بخطف عليك ونحن سايرين زين ما عليه اكيد وين سفرك بتروين البيت عيد بس سفره ساعه عند ريايد افتتاح اليوم تتحكوا في العصر الساعة 4:30 إن شاء الله نكون عندهم زين شيء تبع أكيد سوي لك سبيشل كوفي ولا شياته شوف شوف زين على كي أنتم توصل خبرهم قول أنا أبغي هالنمونة كوفي هالنمونة كيك زين لا تحطوا له شكر داخل كوفي صراحة ما تريد شكر تريد بس كيك إيه يقولك تمور بلادي يا ترون التمور هذه يعني من 3 سنين الحين اعلن لهم كل سنه هالوقت لكن السنه هاي تاخروا شوي اللي رتبوا دفعاتهم كامله اي الكرتون هذا حجمه بنفتح لكم كرتونه افتح منها اي فيه كميه على حسب الطلب اي فيه كميه على حسب الطلب اللي على ما تشوف هذا اي فيه طالت عماركم فرد هذا فرد في اثنين فرد واثنين خنيزي اثنين فرد واثنين خنيزي هذا الكرتون الثالث اول شيء تفتح هذا في طالة عماركم اثنين خلاص واثنين لولو هذا على حسب الطلب اظني تطلب ويجيبون لك هذا وفي العبوات عاده على هواكم شيء خلاص ها الحجم هذا ثلاثه كلهن خلاص وهذا اللولو وهذا ابو معان وهذا ابو معان هذا ابو معان بعدي احجام على حسب انا اقول في خاطري اللي بيطلب حق الاستعمال اليومي يطلب ابو معان يعني عسب ما يتبطلن وايدات يفتحونهن يخلون الكويطيات طلقات لا احب ان افتح لكم وهذا للخصوصي للي يبمع بهدي حد ولا شيات ولا شيء يمل بعد بنرويكم كل شيء بنصب لكم اياه طالت اعماركم نوع بعد مثل هذا مدلوج بالهيل والزعفران وهذا طالت عمك مدلوت يغير بس بالبر وهذا منقير بمعان وفرض وخلاص ولولو وهذا يروح صينية هذا اللي بيهدي حد ولا شياته هذا كله حين بنرويكم شغل طريقته حتى هاي لك بنفتح لكم شيء منهن بنرويكم النوعية اللي عندهم عرف النوعية تحت مسؤوليتي هذا الضم ضمينه في زاخر من كل هذا نخيل هذه نخيلهم في زاخر شغل عائلة أنا أعرفهم وأعرف عيالهم وهاليتهم من وين يوتنت ومن هالكثر سنة أعلن لهم منتجهم من أروع ما يكون وكل حد ياخذه يشكر عليه وكل العرب أصلا يتريون حين الإعلان هذا فالحق ما تلحق يعني ما تشوفون موثق معدل وكل أشياءهم فخمة وأشياء زينة يعني طريقة التغليف وطريقة التقرطيس كلها اشياء وايد زينه، ما تنسجن صراحه. صحوح وايد عند الناس كلها في خير، والناس كلها تعرف يغير السح يويك البرده ناضجه من الشمس وحافه وما فيها يلود ولا بميلده ولا فيها قشبار ولا منظف ومعدل وشبعان من الشمس اتيك السحه ناشفه لو بيدور عليها 4 سنين ما عبلت. هذا الفرق. كلكم تشوفون الفرد ويوجد عند الناس كلها فرد وهذا الخلاص وهذا طالت عماركم البمعان وهذا اللولو انتم بحياتكم حد شاف لولو هالنمونة وشوفوا الخلاص هذا البمعان شوفوا رت وشوفوا الخلاص شو ما شاء الله وهذا الفرد هذا الفرد فرد وخلاص بمعان ولولو جواهر من جواهر من النوادر من نوادر المجوهرات تفضل ما ارتكز معالي راسي اللي يبالي سحر والله انك غير زين فعجبه تيك فردة السحر حافه ما تيك خرسانه من داخل فلذلك نظيفه لا
لا فيها شلب لا فيها دويب لا فيها غبرة، منظف معدل ممثث ومحفف وغادي ماشي إشاراته في الدنيا العودة. ناهيك عد عن الفرض، الفرض ها شوفوا شوفوا طعامة تشيف، طعامة الفرض لو تحطها في عينك، تحطها في عينك تغمض عينيها ما أنا ستة أكثر ما هي دجيجة، فيتواصفوا بها طعامة الفرض، يقول فلان فلانة دجيج حالها حال طعامة الفرض، طعامة الفرض هالنمونة فيك رفيع. سبحان الله سبحان الله، فرق تفرق التربة ويفرق الجو وتفرق البقعة اللي ما فيها رطوبة من البقعة اللي فيها رطوبة، من الرملة من البر من الطين من اليبل من اليبل اليبل، فالدار تلقط السح اللي يجي من منطقة حافة أمثال السنينة وزاخر والعين والبقع اللي بعيدة عن المناطق الساحلية، فتيك رطبتها حافة وتيك يفنى الدهر وهي ما تفنى، وهذه اللي أنا أسويهم إعلان حين من سنتين وهذه الثالثة يتني جميع الإعلانات، قلت ما يطيع زينكم أني أنا أجد محل عليكم أنتم، وشرات هذا لحد ذيك في العقل اللي بيحصل شرات الإخلاص هذا ما يليش العقل لك تحصل طالع بالله عليكم. شوفوا شوفوا خيرات الله، ها يا غير مخباط صمعة مخابط تحرق واحد مخباط هذا بنزين هذا السحر وكلها سحم تحرى عمرك قارب شاكليت برميت برميت ما بسح من زينة حرامي انه برميت هذا كان يقولون اللولو والله هي حبت صغيرة وهي أسود لا اللولو طارت عماركم هي أشهل أشهل اللولو ها طعش قال فردت هي لونه أشهل ولذيذ ما لا تدور سح حشرات اللولو من غلاها ومن زينها يبدونها بويها بالغالي فردة اللولو والله تحراها البانة في اللثة البانة البانة نزينها وهذا طالت عماركم مدلوج بالزعفران والهيل وهذا طالت عماركم مدلوج يغير بالبر هذا لا تدور شراته حق الشتاء هذا ابوي جاي انك شتاء هذا يلشم الكب لكام يخليك ترقم ثلاث مونات عربي وانجليزي وفرنسي هذا هذا اللي تشوفونه غير نمونة هذا طلعت عماركم اللي هو مدلوج بالزعفران والقنان الحين وعلى وجهنا عدل بهذا مكسرات بعد والله فنان نمونة ما زيد لخدمة الناس الطيبة ما زيد لخدمة الناس بتعرف كل شيء منتج مميز أترياه من يدة العرب من يدو وانا ياس اتريا المنتج هذا من يدو ابتدوا في الايداد وانا اتريا متى يجيني الاعلان هذا انه حي وحاي وبيع مسابيح انا جايز لي ولا شد شفت صح في الدنيا العوده هالنمونة تحب مانتي اتمنى من الله ان يكون عندهم مخزون كبير يسد العرب اتمنى من الله ما انصح ما انصح تخلون حد ابوي يخدم الخنفروش ما انصح ما انصح ما انصح في الخنفروش ما انصح فيه يا ابوك ما حد ابدا ساير ياي ساير ياي ساير ياي ساير وحده وياي وحده ساير وحده وياي وحده ساير وحده وياي وحده يا ربي متوتب 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 من الخنفروش يعني كيف الواحد بيخف منو يروم يخف خنفروش صبح ومساء على كل سير وعلى كل يي ساير حبه ويا حبه منو بيخف منو بيخف اي لا عصمت يمناك ولا عدمناك يا ابو محمد لا عصمت يمناك ولا عدمناك يا ابو محمد ما زينك وما زين خدمك
عوامل بسيطة ما لها أي تأثير، لكنها تأثر تأثير تام على الخدمة. مثلا يوم يكون الخنفروش أو اللي بيتسوى ما في زيت يحاف، يوم من يجي قرص الخنفروش حاف، ها ما كأنهم خدموا بزيت، ما في زيت، لا شيء ياخذ الخنفروش متهوس من هوس عليه شويونه ظهر الزيت من اليمين واليسار، هذا لا حاف. لذلك تشوفوا ما زينه، حاف رقم واحد، لا في زيت لا شيات، يغلي خفيف والخدمة نظيفة والعينة مستريحة. فلذلك لازم بيوجه، لازم يغريك أنك تصير وترد عليه. شو السبب؟ لأنه زين، لأن ما في شيء يعذرب فيه، ما شيء يخليك ماداني، ما يغفي على الشب، خفيف خفيف على الشب. شرات حد من العرب، حد من العرب شوفه يغني ودك ما تفارجه، وحد من العرب مشطي ولا مشطي عليك القلب ما مشتطي. بعد سلابيا فروم وير اشو اوبن اوبن ما اقول عن شيء يا عثرتنا. منو بيخف؟ منو بيخف؟ منو بيخف؟ يا ابوكم ليتكم تدرون نحن وين، ليتكم تدرون نحن وين. نحن هاد الدرب طالت عماركم اللي ييبك من دبي لين سويحان، طريق اظني هذا اسمها شو اسم الشارع هذا؟ سوحان. هذا شارع سوحان. شارع نامك يا شيخ راشد بن سعيد. ايه هذا شارع شيخ راشد بن سعيد، ونحن طريقنا درب هذاك. وقلت له اظهر من اظهر من شو اسمها هي من الباب من من بقعتكم صلاح الفلاح، وتلقانا عند شيشة البترول اللي في السمحة. انت وين؟ انا وين قلت لك تعال؟ السمحة. وانت وين يروح؟ سوحان. ليش؟ ليش يروح سويحان؟ ها؟ انا اقول لك يعني سوحان رود هذا كله سوي واحد. هي. من هناك هذا. انزين. يعني انت غلطان ولا ما في غلطان؟ انا غلطان. ها؟ عرف الله صلاح شو مشكلة هادري والماركت شيشة باشي شيشة باشي هادريب فل فل شو نسوي شيشة أبي كلام ما كلام هادريب كنت ما تتكلم كان أدوي أدوي يا صلاح ما زعل أبي شيشة أبي كلام ليش تبغى نسوي؟ أبي كلام شو أبي كلام قالك لا تتكلم أبي كلام يا عليه ما يتكلم أرب الله والله يا ابوكم يمين ساري الحين سنه 7 شهور الحين ما شيء فايده قيس الا المخاسير من عقب الدراجه تخليت وحدن مرسيدس من عقب الدراجه وتوهدن مرسيدس وين بيعرف لا يروم يسوق لا توهقنا وياه وهقه ما شيء كبر تاخرنا عن السير ما يقارب 45 دقيقه تاخرنا عيل انا قايل اللي بدال ما الف هذا يقول لك من تنقى هذا طالت عمرك بدال انا ما اسير بين صلاح سوي شو اسمه بغيتكم صلاح الفلاح الفلاح قلت بنوفر الدرب هذا اللي هو 5 دقائق اظهر لي على الشارع واجيب سيارتك عند عند شو اسمه هي السمحه شيشه البترول ما وعيت بها ابوكم اللي ودانا اخر الدنيا يا ابن زياده عن الدرب 45 دقيقه ويا ليتي طيعي بتهم يقر ان غلطان ما يقر الحين عقب صدع وديانه بوقعه شو اسمه فيصل غلطان ولا ما في غلطان؟ بابا انا غلطان واجد له شويه؟ واجد ارب اللهتك وين انا والله انا اشوف واعي؟ اشوف منو اللي تبغى ينخر؟ انا بابا ما انا بشوف زين اسمعني الحين شو بنسوي؟ ها وين بنسير؟ ما دبي دبي كوفي هذي كوفي بنفار نستانس قلت المزح بقول لك كيك يكون شكر خفيف شو رايك؟ تشرب كوفي ولا تركش؟ لا خلينا نشوف شاي اول شاي اول اول شاي بعدين كركش؟ ايه حاضري حاضري ان شاء الله الحين القهوة اول بادي حق منو؟ حق صلاح لازم اول شيء صلاح صلاح يعني انت نحن ما نروم نطلب شيء ما نروم ناخذ شيء الا تشاركنا؟ والله يا صلاح انت اشوف السفره يا سلام حطيت عطر تروح لا 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 انت تعطرت اول
هو اللي حط لك عطر؟ والله سلبيات وإيجابيات. بنحط لك عطر الشماطرية. بنروح من الشماطرية ها صبر صلاح. تحمل. تحمل. إيش حارة؟ إيه بيحترج مصيرك. شوي شوي. صبر. صلاح صبر. يا الله. هذا نحن على طريقتنا. ما نسير لين رد. مغربج قهاوي. إلا فني عساير وفني رياي. وصحيحة. لا ساعة فر. لا ساعة أبو معان. لا ساعة يبري. لا ساعة خنيزي. الدنيا راتبها محول. هنا نحن عند سيح شعيب. تونا نوصل سيح شعيب. مفروض نحن وصلنا سيح شعيب قبل نص ساعة. أخرنا نص ساعة بالضبط غرب اللاته. غرب اللاته غرابيل النصيزي. خلانا نظهر لين الشارع الثاني. نحن طريقنا هني الكافيل الحساريل ثم سقيم. خلانا نظهر لين البر الثاني. طلع شارع جديد. غرب اللاته غرابيل. اسميني صحوطة من الدعاوي. صحوطة الصحويط. لا يا ابوكم وصلنا قبل الناس كذا اول ناس نوصل نحن. اي والله ها بعد ما حد يا قبلنا موعد 4:15 ونحن اول الحاضرين. ميان مول. ميان مول هذا نحن. ايوه ايوه ما يعرف عربي. تروحت تعثرت انت. صبر 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 تعثرت له بعد. يلا نحن طالت عماركم وصلنا ام مسكين في دبي الحبيبه. أم سقيم هذا طالت عماركم شاب المجتهد علي. شخصية مميزة. شخصية ما شاء الله عليه. مجتهد للغاية. إن ابتكر فكرة ما حد شد ابتكرها قبله. يعني سمعتم يقولوا راعي نواتك. هذا اللي أظهره علي بن حماد. أظهر ناتك ما شد حد سواه. فكرة غريبة بن حماد. شي فكرك الحين انت هذه فكره وهل كنت حد سواها قبل؟ صراحه موجوده والله. وين في دبي؟ ها ولا في الامارات. بس ان شو كل الجهات اللي كانت منزله هالمشروع كانت توظف واحد. ايوه لو بس مش انه يحتاج بالجمهور. احنا الاستاف عندنا لا هم اللي ياخذون الاوردرات وهم اللي يتعاملون مع الزباين. نعم. يعني الزبون لو بيجي بيتعامل مع منه أصحاب الهم. أيوة. لهم أصحاب الإعاقة السمعية. اللي عندكم فقط إعاقة سمعية؟ بالضبط. سمعية يرمس ويتكلم ولا بس اللي ما يسمع ولا كيف؟ ما يسمعون ولا يتكلم. الحين هو في قانون الحياة. اللي ما يسمع بعد ما يتكلم ولا الاثنين مع بعض. ولا في منهم حالات يتكلموا. أيوة. رحت من الستاف عندنا ما شاء الله تقدر تتكلم. أها. بس مو بالكلام الكلام يعني. انا انت بتفهم عليه ولا بتفهم سبحان الله. هذا هو باختصار. ها صلاح بندور لك وظيفه. تشتغل هني هي تشتغل ويا علي معاش بيزات. انت بتقول لي بيزات باي ايلس وايد بيزات. بن حماد كيف طريقة التفاهم بعضهم مع بعض الموظفين؟ الموظفين كلهم أصحاب إعاقة سمعية. زين. كلهم يعرفون يتحاورون بعض لأن عندهم لغة الإشارة وكلهم عارفين. زين. بس كلغة إشارة يعني كمعلومة أعطيكم إياها عندنا نحن 300 لغة إشارة حول العالم. هي مش لغة واحدة موحدة. أيوة. 300 لغة. أها. وايد في اختلافات. بس الأغلبية ما شاء الله عليهم دارسين يفهمون على بعض. نعم. إن كل واحد فيهم بشوفه يحاول يلقط ويا الثاني. مثلاً أيوة. اللي يأخذون لغة الإشارة الأمريكية غير عن شو العربية. سبحان. بس فيها تشابه بسيط. أيوة. وهم ما شاء الله. لكن يمشوا مع بعض. إيه. هاي يقدرون يتفاهمون. بالضبط. زين. إيه. طبعاً. فأنت والزبون العميل الحين يا العميل ودخل الكوفي ويلس عميل ويلس في أحد الكراسي هذين. هلو. هذه ما شاء الله عليها اللي تعرف شوية تعطيك للكلام خفيف. أيوة يعني الحين هاي شو اللي تعرف هاي بس اللي هالشكل. تراويك. هي تعرف.
شو لغة الإشارة الأمريكية. أيوة. الفلبينية. الحين هاي تسمع ولا ما تسمع؟ لا ما تسمع. ما تسمع؟ أيوة. بس هي هاي ما شاء الله عليها من حركة البوز لو تتكلم بالإنجليزي تفهم عليك شو تقول. أيوة. نسيت أقول لها شو أقول عاد الحين. I want coffee. الله ما شاء الله ما أقول عن شيء كذا أمريكانو. الله أكبر. ما شاء الله تبارك الرحمن. الشيخ محمد بن سرور الشرقي مساك الله بالخير. مساك الله بالنور السرور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تأكدوا أن الكوفي مالكم الله بيطرح فيه البركة دام الشيخ بكم رأيكم. وجودك الله يسلمك. الله يحفظك يطول بعمرك. الإشارات اللي هي مال كوفي احنا حاطين الإشارات اللي هي بيسك، يعني الحين الكوفي باللغة العربية اللي هو هذا كل الناس اللي في العالم يعرفون احنا من هذه الإشارة خلاص انت تشوفها عارف انها كوفي، وهو اصلا هي العربي هالكوفي يعني اللاتيه إشارة والكابتشينو إشارة بالضبط بالضبط هالأساس. احنا شو حاطينا الأساس اللي في القهوة، الحين انت مثلا طول العمر بغيت تطلب لك كوفي يعني الكوفي بتبدأ بالإشارة، الحين هي بتعرف ان انت بغيت كوفي شو الحين اتي على نوع الكوفي مثلا بغيت شو انا واصل على رقم معين بتحط انت الارقام احنا حاطينها بالعربي مثلا بتسوي شيء انت بديت بالاساس عندك انت في المنيو المفاتيح المفتاح الاساسي الكوفي هذا بداية الكوفي بعدين بتسوي له إشارة بالرقم اللي مثلاً بغيت أنت إسبرسو بيكون رقم مثلاً 2 على 5 أوكي اللي هو بيكون رقم 25. إنزين أحيانا تطلب للشيخ كوفي الكوفي اللي هو يباب راب له الإشارة. بس لازم شوف دائماً بلغة الإشارة. الأساس لازم تكون شو مشاهد الشخص. حسب لو تسوي له أنت شيء حركات ضيعت. أيوة. فما بيكون فاهم عليك ولا. لازم شاهد لنا. صح نسيت أنا بات مهم ترى كل جماعة أصحاب الجماعة أعضاء السمعية يعرفون حركة الحاجة. أيوة بس مو أنت عربي يتكلم واحدة إنجليزية. أيوة أيوة لازم الإنجليزي سمعت ابو محمد في السياره يقول تركش كوفي حق صلاح على تركش تركش واضح ما شاء الله متابع قوي ما شاء الله عليك كيف حالك الله يحفظك مرحبا يا الله يسلمك من حضرك انا طال عمرك محمد المطوع محمد عبد الرزاق المطوع يعني ما شاء الله هاي ولد صاحب المول نعم ونحن وليد العقارات ما شاء الله ما شاء الله ميان مول هذا في شارع الثنية في جميرة ما شاء الله هم يقدروا يساعدوا في المهادم والله بارك الله فيك ولا صلاح منو يشابه شابه يشابه خاله الله أكبر مرة محمد بن خدي الله يرحمه سبحانك مرة نفس هذا نفس طريقة اللي يلسى بعد وين صلاح حيدة خمسة حاضر صلاح حيدة خالي محمد ايه وين خالك حي محمد وين تحت ايه تحت ايه رحمة الله عليك أبوي انا اريد انا بشوف الاشاره الاشاره ما ب... ما ب... ما بنجح بتنجح خلي اسوي امتحان خذ الاساس ابو محمد الاساس اللي هو هذا ايوه كوفي ايه بعدين شوف لك شوف لك رقم ابو محمد ايه اسبريسو 2 في 5 ايوه ايوه لازم اطالعها 2 دبل هي دبل هي ما يفتش راسي يا ابوي العادي جود ثانك يو زين شعري عاد انت ريا الشيخ يا عمر اول ان شاء الله يعني بنيلس نحن ما بمستعيلين هو الشيخ اللي بيطرد من بسرعه هذا
خبر انت علي شو تبع شو العصير اللي تبعه؟ والله يا عشي بابا ها كوفي ما يبقى كوفي ما يبقى عصير يبقى كوفي قول شو كمان غير كوفي شو تبغي شو لا كوفي بدون سكر سكر لا ها كيك كوفي كيك شويه كيك قطيع صغيرون كيك كيك فل سكر بس فل سكر زين شوف شوف اللي يميز المكان مكان شرح اول ما تدخل في الواجهه يجيك لوبي كامل هذا اللوبي كامل يجي لخدمه الجمهور اللي هم جايين للكوفي اللي نحن جايين لاجل افتتاحه الموقع الرئيسي للكوفي وراء المبنى هذا وراء يعني الخدمه ويخدموا الكوفي والكيك والاشياء هذه بعد شوي بنسير لكن موقعه من هناك لكن هذا هاي الساحه كامله له ذاك المدخل الرئيسي للمول شو اسم المول علي؟ اسمه ميان هذا مول جديد في جبيرة 50 اسمه ميان؟ ميان شو يعني كلمة ميان؟ اسمه غريب سألتني سؤال صعب شو هاك المدخل من تدخل اليلسة كلها هناك الخدمة الناس كلها اللي بيجي ما له شغل الطرف هذا يختارون من المنيو صح؟ بالضبط اللي يجون المكان هذا اللي يشتغلون صح؟ بس اللي يشتغلون زين أقول أساس أقول لك هاي البنية بنو هاي بخيته بخيته سلام عليك طيارة في طيران الإمارات ما شاء الله عليك أقوى مورد للكوفي عندنا إيش حالك بخيته؟ كيف أنت؟ بخيته صدق المعلومة أنك طيرين طيارة؟ ما شاء الله ما شاء الله يا سعد حظي بهالشوف إيه لأنا حظيظي إني شفتك كيف حالك أمي؟ الله يبارك فيك بنتي هذا الكوفي مال أمارة عماركم خيته بي اي لسويات بسولف وياك ضروري اريد اخذ اريد اسولف وياك وايد ضروري لمده 5 دقائق اذا ما عندك مانع وهل بني مني صفا كيف صفا صفا هاو ار يو زين اي ام ماي نيم از خالد الخالدي اند اولسو اي ام جود ثانك يو علي هذا الكوفي ما شو اسمه زادر كافي دي ادر together تجمع تجمع هذا ها شوف هذا الكوفي الكافي مالهم وهذا اللي تشوفونه السلام عليكم how are you hi hello hello زين تمام هذا تعال رمسني هذا منهم ولا لا هذا عندنا الهيد انزين هذا اساس الشغل انزين وهذا طبيعي اللي يشتغلون هناك في على الطاولات ياسين أيوة. هذا اللي هذا يعني هو العجيد القوم يعني هذا ترى عندك اساسا لازم يكون عندك واحد في حال استوى مشكله ولا شيء عندك واحد لازم يقدر يتكلم يدير الدفتر هذا يدير الشغله ويعرف بالاشاره زين والباجين هاي لاك لا هاي كلهم من ايوه بس ترى كلهم ترى يقدرون ينطقون الكلام ها كلهم ينطقون لكن درجة الصوت بتختلف من شخص لشخص لأن ما بيحسون بالصوت وهو طالع يحسون بالصوت بس ما بيعرفون هل هو عادي ولا لا سبحان الله اللي شفتها ماي اللي هي أول وحدة هاي درجة الصوت عنده ممتازة ثانية روز صوتها وايد واضح نازل الله يبارك لك إن شاء الله في عملك هذا يعني يميز المكان اللي يميزه موقع اختيار الموقع مال كوفي وأول مرة أشوف صالة كوفي تختلف يعني بعيدة عن مركز تقديم الكوفي يعني شوف هذا المركز الحين مال الطلبات والناس وين تجلس في وجه المول في الهول مال المول زي ما بركب ساعة أقول لك وين هيك الفكره الحين تعب رفع لا لا اول شيء خليني اسولف وياك الحين فكره المول هذا تقسيمه ممكن تسمحوا لهم يحطون الكوفي هذا هنا في هالمكان هذا الاكسبشنال سمحنا لهم هذا الخاص سمحنا لهم صراحه لانهم يدعمون اصحاب الهمم فنحن هذا كان مدخل المول فنحن سمحنا لهم عشان المشروع الجميل اللي عندي صراحه الله يأجركم حبيبي تعبنا اخذك هذا الرجال طالت عماركم عقب ما سلم قال انا اعرفك من كم من سنه متلاجين؟ من
سنتين تقريبا. سنتين ها شوفوا. ايش قد ما يظهر الفيديو كامل؟ ايوه تيه. هذا بالفورس في وين هذا؟ وين بتلاقيه؟ لندن في لندن. في لندن طبعا ما يحافظ على التطربيل مكثره. والله ملي ومرحبا بالفنان. هني كنت على ويلتشير وحين كيف سويتي؟ الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله على سلامك. ما شاء الله عليك الله يحافظك الله يبارك فيك. هذا مدخل المول على قمتي ها. هذه يرسل للناس ويأتي وتطلب اللي تباه ويونك الطلبات من هذا المكان. مكان مميز يعني مكان مميز للغاية وطريقة جديدة وما قد شفت أنا شراتها يعني بحياتي يعني أول مرة أعرف أن ناس فيها فيهم خير لهالدرجة أن سمح أن الكوفي أن يسوي فيه اللوبي مال المول. أكيد لقط صعوبات وايدة لكن يزاه الله خير على كل حال. صراحة هذا الكوفي مالك يا بولك شو كابتشينو. ايوه شو يا بولك؟ لا صراحه كابتشينو عيب ها. انت طلبت كوفي وقلنا لهم يبوا له كابتشينو. هذا شو اسمه؟ كابتشينو. ايوه لا 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 ما تشرب قبل ما تقول الاسم صح. كابتشينو كابتشينو لا كابتشينو كابتشينو كابتشينو. ايوه كاشينو. نحو ما بطاعه تتصور هي مزياق يا ربي. شو اسمها؟ شمة بتمنو. يا ربي ما تبى تصور شمة. علي وين كوفينا؟ وصلنا هناك شغلنا صراحه خلص. قلنا ثلاث انواع من السويت. هذا شو هذا شو هذا شو؟ هذا تارت معروف. تارت معروف انزين. انزين. هذا كراميل كيك. كراميل كيك. سولتد كراميل. ايش معنى؟ بشكل هاتي احنا بشكل كيك. انزين وهذا؟ هذه ستروبري وليمون. ثلاث انواع السويت عندكم فقط؟ لو اكثر؟ في زيادة. عندنا كوكيز. في كيك ثاني داخل. من اقول تعين الله خير تخلص اللي قدامك. اذا قلت لكم التارت هذا اللي عندهم اللي ما يربه ترى ما في حاسيه. عديم الحاسيه اللي بيوصل لهني ما بيطلب منه هذا ما في حاسيه. ما ابارك كل اللي عندهم مميز. اتوقع علي انت لين طحت على التيست هذا اخذت مجهود وايد. والله ما جبت لي مشهور بعد. هي والله هاي ما شيفته تقول عاديه لكن ان كلت من هالقطيعه او اني باكلها الكبير وطرف الخاشوق ولا بطعم ما وعيت بعمري الا لا يمت الثلثين. والله يبكم ولا شيء عادي عندهم لين الحين احنا جربنا هالثلاث الاشياء سوينا فود تيست لكن هذا كيك تيست. هذا على تكاليف كيكة على تحس في شيء ملوحة على حلاوة على حموضة على كوفي على شوكولات كل مدموج مع بعض. شو اسمها الكيكة هاي؟ هاي سولتد كراميل. ها؟ سولتد كراميل. سولتد يعني فيها سولت. ايوه ايوه انا طعمت سولتد كراميل يسمونها. بويد فنانة. المهم علي بوية ما خلى حد ما دعاه. هاي اللي عادي تظهر بيعك هاي؟ انا لا مو هاي لا زين ما بظهرك. المهم شو رايك في سويتهم؟ توني هسه قلنا هي والله جد ولا غلطه من الاخر قرب الله تنح ما يابلنا من هذا عين. هذا السويت وايد حلو. انا الحين ما يابلنا من هذا. هذا غير عن غير عن ما غير عنكم لازم بغايه غرب الله ته. لازم سبيشل السبيشل. ما شاء الله عليك ما اقول عنك شيء. أنا محمد وتعبيلك الـ special أكيد الفكرة مميزة وأكيد إن شاء الله أن كلنا نتمنى لهم النجاح والرفع في تقدم هذا المشروع الجميل اللي ابتكار جميل أن دمج الفئة من فئات ذوي الهمم في مجتمعنا بطريقة شيك بطريقة تليق في مقام
في مقامهم، في طريقة تفكيرهم، طريقة دمجهم مع المجتمع. فكانت فكرة وايد جميلة من الأخ أو الإبن العزيز علي بن حماد، ما شاء الله عليه، كانت فكرة جميلة. ونتمنى له مزيد من الرفعة والنشاط والحيوية، وإن الله وفقه. تستاهل يا ابن حماد، تستاهل كل خير. بعد وأكيد من دواعي القبطة والسرور إني أتلاقى مع هالفنانة الزينة الطيب الحبوبة. منو؟ الله يسعدك يا رب. إيش حالك؟ بخير الحمد لله. بتخبريني أنت منو؟ ناشطة اجتماعية وسفيرة الهمم، دعم لأصحاب الهمم كبار السن اليتامى، ما شاء الله، الأسر المنتجة، ما شاء الله. الله يسعدك يا رب. أنا تشرفت بشوفك. الشرف لي. أنا اسمي خالد الخالدي. أي نو. والله. شيخ تعال عداني شيء شوي ونا. لا يقيل البعض، والله فينا شبه، فينا شبه بعض شوي من الغزوز والخشم. والله أبدا تحرينا توأم. ما شاء الله علينا. الله يسعدك. شو عندك من نشاطات؟ تعدين قصيدة، تغنين، تسوين شيء؟ بدين. والله؟ هي. ليش مش حينة؟ خلّار تعيو تحينة، شيء خفيف خفيف. لا ما عندي شيء. والله؟ قصيدة. هي. ما عندي شيء. انت غنية. ما في. زين يا فرح، شكرا جزيلا، فرحت بشوفك. والله انا اسعد. ايه والله وايد استنس. صلاح تعال ياي، تعال ورا هني عدالنا، تعال مني ها، يبي مني ها، خلنا نصور وياه. يبي الطرف هذا. تعال تعال. ها صلاح. ها كنا هالثلاث الكوكباني. شرفت فيك خالد. ها؟ شرفني في معرفتك والله. شكرا شوفتك. جزيلا. يعطيك العافية. صلاح. ها شو رايك؟ شخبارك صلاح؟ صلاح شعلومك؟ معرسه؟ لا الحمد صلاح. ها شو رايك؟ ميول ميول. ليش؟ عروس بخيته بتسيف المسحار المهيري. سلام عليك بخيته. السلام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. شو هاللي انا شفته؟ معقول يعني؟ الصورة؟ هي طبعا من هواي. والله هي. كم بنت كلكم؟ نحن الحين كملنا 7 إلى 9 طيران الإمارات. 9 بنات. هي. 9 بنات. كل. 9 بنات إماراتيات طيران الإمارات. الطير مسافات طويلة. إيه مسافات طويلة وقصيرة وكل شيء. ما شاء الله. وين درستي الطيران؟ درست الصفوح. إنزين. في جبيرة. ها. لين الثانوية. وخلاص. عقب صرت قدمت في برنامج الطيارين في طيران الإمارات. وحزتها كانوا يطرشونها اسبانيا، بس درست في اسبانيا 2 سنين ورديت. ومن 2015 لين اليوم اطير. ما شاء الله، كم ساعة طيران كلهم؟ بخيته؟ كم قلتي لي كم ساعة طيران؟ لين الحين لله الحمد 4000 ساعة وصلت 4000. يعني 4000 في كم سنة؟ من 2015 لين اليوم. يعني رقم زين هذا؟ ايه وايد زين. والله؟ ايه ممتاز. ايوه. في حد يزيد على 4000 ساعة؟ طبعا كل ما تطير أكثر. لا قصدي في المدة الزمنية. لا لأن نحن من هيئة الطيران المدني عندنا مدة ساعات معينة نطيرها كل شهر. إيه. ما يصير نتعداها. أيوة. وفي السنة بعد نفس الشيء، عندنا مدة ساعات طيران معينة نطيرها. إيه. نحن طالة أعماركم تشرفنا اليوم بلقائنا مع بنتنا العزيزة. بخيته وافرحني اني انا انشر حسابها على الانستغرام، لانها قالت انا عندي استعداد اجاوب كل البنات اللي من جيلي يبني يستفسرن اللي قبلي واللي بعدي عن مجال الطيران وطريق الاسئله وشو اللي يبنه. تقول هي في الشوفه وهي والله ما شاء الله. وانا بعد ابغى اقول مو بس حق البنات، ابغى اقول حتى حق الشباب، لان ترى ما في شيء يمنع مو بس الكارير، يعني مو بواحد يختار مهنة ويقول أنا ما أقدر أكمل عليها. لا بالعكس، أنا حصلت عقب ليسني طلعت شهادتي الباتشلر، وحين إن شاء الله بطلع لي الماستر. وفي هالفترة الزمنية بعد فتحنا شركة قهوة. إيه أنا سبجهزت عناوي أقول، ومع هذا كله ما شاء الله بزنس. إيه الحمد لله تبارك الرحمن. فتحنا الحين التوغذر، نحن نسوي لهم سبلاي. صراحة وايد استانست على الكونسبت مالهم، وايد مختلف، يستخدمون لغة الإشارة،
إذا بخاطرك تبي تزورنا وتشوف وير هاوس مالنا بعد إن شاء الله. ليش لا؟ شرفت فيك بخيته. مبسوطة بهالاسم؟ إي وايد أحبه اسم يدة أبوي. اسم يدة أبوك بخيته؟ اسم يدة أبوي الله يرحمه. إنزين أخبرك عن يدة منوت باسمها بخيته؟ يعني ما اتوقع انك تعرفين او الكثير من الناس ما يعرف. لازم تعرفين، المفروض كل انسان يعرف في هالدوله، يعني في هالدوله قربت لك. بخيته يدة عيال الشيخ زايد بن سلطان، ام الشيخه فاطمه بنت مبارك. هي بخيته من الأسامي الجميلة، أسامي أهل الدار، أسامي الناس اللي تفرح بها، وما بالك بخيته يدة الشيخ محمد بن زايد. أنا من كبر من صغيرة لين اليوم أنا دوم أسمع هالكلام من أبوي. دائما أبوي توفى يوم أنا 10 سنين الله يرحمه، أبوي توفى يوم أنا 10 سنين، دوم كنت أسمع هالشيء من أمي وأبوي، لين اليوم أسمع هالشيء من أمي. هم وايد محظوظين إن أنا جيت مثل ليش؟ أخذتهم لأنهم وايد حاولوا يبون العيال، وأنا كنت أول بنت. والله وايد وايد سبحان الله سبحان الله البخت. أيوة فلذا كانوا مبخوتين فيك أنت، يعني كانوا يتريون لبنية هذه مدة طويلة، والله رزقهم لك. أنا رزقهم ما شاء الله بنية عن 20 بنية وعن 40 ريال. تبارك الله يستر عليك يا بنتي، وأنا فرحت فيك. ومثل ما قلت لك اسمك اسم مميز، اسم بخيته، اسم والدة الشيخة أم الشيوخ الشيخة فاطمة بنت مبارك، ويدة كل من الشيخ محمد بن زايد، يدة حمدان، يدة منصور، يدة ضحنون، يدة عبد الله، يدة شمة، يدة اليازي، يدة الشيوخ كلهم الله يغفر لها إن شاء الله ويرحمها ويطول بعمر الأحفاد ويخليك إن شاء الله يا بخيته. شكرا. يا سعد حظك بهالاسم، اسميك بخيته ومبخوت بهالاسم المبروك. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. شايف الخاطر؟ خاطري أقول قولي هاي لكل اللي يسمعني. الحمد لله نحن كملنا 50 سنة في مسيرة الاتحاد، وفي هال50 سنة نحن وصلنا من صحراء دبي لصحراء المريخ. لكل مواطن ولكل مواطنة أي شيء تسوونه سووه لرفعة البلاد، لرفعة العلم، لأن فعلا نحن عندنا potential. شو يعني potential؟ شو يعني؟ يعني عندنا كل شيء نقدر نرفع فيه البلاد، سواء كان دراسة، وظيفة، كل شيء. ارفعوا رأس البلاد وين ما كنتوا، بأخلاقكم أول، وبالدراسة، وبالشيلة والعباء، وبالسنع، وبكل شيء تقدرونه لرفعة البلاد، لأن فعلا دولتنا تستحق هالشيء. شكرا بنتي، شكرا بخيته. نحن كلنا نستحق هالشيء. الله يبارك فيك. هذا أقل شيء نقدر نسويه للدولة. جزاك الله خير. لكثر من أمثالك. صح. تعرف هاي البنية بنو؟ اسألها. أنا بخيته سير بن مسحاب. هي من هل دبي. من هل دبي. صلاح طيارة، هاي تطير طيارة. سمع الرمسة كلها. يقول تراني موجودة، سمع الرمسة كلها. أنا اللي بتوتر. بارك الله فيك يا بخيتة، شكرا جزيلا حبيبتي. شكرا.